بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، يا أبناء ولاية باجة، عرفت البلاد التونسية على مدى سنوات تهميشاً ممنهجاً على جميع الأصعدة: الزيادة في البطالة، تدهور مستمر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي والبيئي والتنموي والثقافي والرياضي. أما الوضع الأمني فحدث ولا حرج. واليوم كلمتي إلى الإخوة والأخوات أبناء ولاية باجة، إن من مبادئ حزبنا حزب اللقاء الدستوري الحرص على تنفيذ المشاريع الكبرى التي تعطلت بعد جهد كبير قام به أبناء ولاية باجة، مثل القطب التكنولوجي وكلية الهندسة والمناطق السقوية الجديدة والتزود بالغاز الطبيعي، مشاريع قد تجلب المستثمر التونسي والخارجي، مما يساعد على تخفيض نسبة البطالة وإنعاش الدورة الاقتصادية. يا أهالي ولاية باجة، قد همست الفلاحة في ولاية وأصبح الفلاح مدانا وكره الفلاحة لكثرة غلاء الأسمدة والأدوية واليد العاملة وغياب العناية بالمسالك الفلاحية وتدهور الطرقات الرئيسية وقلة الموارد المائية. إخواني، نعدكم بالعمل الجاد لوضع استراتيجية متطورة لتفادي هذا التدهور وإرجاع الفلاح إلى مكانته المتقدمة. أما الوضع الصحي فسنسعى لتفادي النقص الفادح في طب الاختصاص، الجراحة، الولادة، الأشعة إلى آخره، وكذلك النقص في الأدوية والتجهيزات الطبية والموارد البشرية. أما فيما يخص الوضع البيئي فسنحرص على دعم العمل البلدي بالموارد المادية لتحقيق نجاعته في رفع الفضلات في الإبان والعناية بالمناطق الخضراء وإنارة الأحياء وتحسين الطرقات وخاصة في المناطق الصناعية. وسنحرص على إعطاء القطاع الثقافي كل العناية لبناء مجتمع المعرفة والحداثة. وفي ميدان الرياضة سنعمل على جلب الدعم المادي واللوجستي لكي تكون فرقنا الرياضية في أوج العطاء والبذل لتحقيق نتائج المرجوة. إن حزب اللقاء الدستوري يؤمن بأن المرأة والشباب هما العمود الفقري للنهوض بالمجتمع التونسي، ولذا سنحرص على دعمهما في جميع المجالات السياسية والتربوية والفلاحية والاقتصادية، وذلك بإحداث مشاريع صغرى لامتصاص قدر ما من البطالة وإدماجهما في العمل الجمعياتي والسياسي. عاشت تونس حرة مستقلة أبل الدهر. صوتوا لقائمة الشباب، قائمة اللقاء الدستوري، والسلام.